طبعا ما جرى في جلسة السبت الماضي هي ممارسة دستورية من حق أي طرف أن يمارسها، سواء الثلث الضامن أم التحالف الثلاثي، وهو اليوم كل طرف مضى بحق الدستوري وحق القانوني. تأجيل عدم اكتمال النصاب وتأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء، نتمنى من جميع الأطراف أن يكون هناك مفاوضات وأن يكون هناك لملمة للوضع العام، لأن اليوم الوضع العراقي والشارع لا يتحمل هذه الخلافات وهذه الصراعات. حكومة الأغلبية الوقت غير مناسب لها في الوقت الحاضر، لأننا لم نصل إلى مفهوم الديمقراطية بشكل تام. نحن اليوم في بداية لممارسة ديمقراطية وحقوق دستورية وفق دستور يحتاج إلى تعديلات عديدة وفق صراعات داخل يعني الوسط السياسي، ولذلك نأمل أن يكون هناك تقارب في وجهات النظر وتمرير يعني انتخاب رئيس الجمهورية بتوافقات ما بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي.